أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم، والتي نتحدث من خلالها حول هذه الجهود السياسية والدبلوماسية وهذا التطور اللافت والكبير وهذا الجهد الملموس الذي أوصل القضية الوطنية الفلسطينية إلى هذا الاهتمام اللافت والكبير في أرجاء المعمورة. القضية الفلسطينية حاضرة وبقوة، والعالم بأسره يحتضن القضية الفلسطينية في مواجهة سياسة الانحياز الأمريكي لصالح دولة الاحتلال. الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالأغلبية صوتت لصالح قرار يؤكد على حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير. العالم بأسره 176 دولة صوتت للحق الفلسطيني، صوتت بنعم لفلسطين ولا كبيرة للإدارة الأمريكية وسياساتها المخالفة للإرادة الدولية. المجتمع الدولي بأسره صوت لفلسطين وجهودها السياسية والدبلوماسية في الأروقة الدولية، فيما صوتت ضد القرار الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بطبيعة الحال، فيما امتنعت 4 دول عن التصويت، بمعنى أن المجتمع الدولي برمته، العالم برمته، يساند القضية الوطنية الفلسطينية. هذا التصويت بنعم لفلسطين جاء بعد أقل من 24 ساعة على تحدي الولايات المتحدة الأمريكية للشرعية الدولية والقوانين والمواثيق والأعراف المعمول بها دوليا. هذا التصويت وهذا الإجماع الدولي يؤكد المرة تلو الأخرى على رفض العالم للموقف الأمريكي المنحاز والشريك لدولة الاحتلال، والذي يضع بطبيعة الحال الولايات المتحدة في عزلة دولية بعد أن تمكنت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس الذي عمل ويعمل ويواصل العمل الدؤوب والجهود المتواصلة سياسيا ودبلوماسيا لحشد المواقف الدولية الداعمة للدولة الفلسطينية وقضيتها العادلة. استطاع أن يجند العالم بأسره لصالح فلسطين بالاستناد إلى الحق الشرعي وبالاستناد إلى مقومات دولتنا الفلسطينية وهذا التراث الحضاري والتاريخي والإنساني وهذا الشعب الصامد الصابر المرابط على أرضنا الفلسطينية المباركة في القدس وفي أكناف بيت المقدس في مواجهة الولايات المتحدة التي ارتأت أن تقف بجانب دولة الاحتلال إسرائيل وتشاركها في خرقها لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. هذا الإجماع الدولي وهذا التصويت على قرار حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية وعلى الأراضي المحتلة بما فيها القدس المحتلة يكشف زيفة وبطلان الرواية الإسرائيلية والمحاولات الأمريكية البائسة التي تحدت المجتمع الدولي وتجاوزت الاتفاقيات التي كانت راعية لها والتفت على التفاهمات التي أبرمت معها، تسقط سقوطا مدويا أمام هذا الجهد السياسي والدبلوماسي النشط الذي بذله السيد الرئيس ومعه القيادة الوطنية الفلسطينية على امتداد قارات العالم. هذه المحاولة الأمريكية الفاشلة للالتفاف على حقنا الديني والتاريخي والحضاري والإنساني سقطت. أما هذا الصمود لأبناء شعبنا في القدس وفي فلسطين برمتها، هذه الجهود وهذا الصمود الذي يتسلح به السيد الرئيس في معركته السياسية والدبلوماسية، معركة الوطن والأرض والإنسان سياسيا ودبلوماسيا وشعبيا لنصرة فلسطين وقدسنا، يتنقل بين أقطار وعواصم العالم نصرة لفلسطين. كيف لا وقد قال لن يمر وعد ترامب، كيف لا ونحن نحصد هذا التأييد الكاسح على امتداد العالم، كيف لا والدول العظمى تقف إلى جانب فلسطين وترفض الموقف الأمريكي وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية. هذه القضايا وأخرى نتحدث بها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد الرحمن أبو النصر أستاذ القانون الدولي. أهلا بك يا دكتور عبد الرحمن ومساء الخير. أهلا بك. أهلا بك. مساء الخير. ونرحب أيضا بضيفنا الذي ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الحاج رفعت شناعة عضو المجلس الثوري لحركة فتح. أهلا بك يا حاج رفعت ومساء الخير لكم. أهلا بكم. طيب نعود للاستوديو الى الدكتور عبد الرحمن ابو النصر. يعني 176 دولة تقول نعم لفلسطين، يعني ربما يزيد على 99% من العالم هم من يقفوا الى جانبنا اذا ما نظرنا الى الدول التي امتنعت عن التصويت والتي لم تدلي بصوتها.
كيف يصنف دوليا وقانونيا مثل هذا الموقف وهذا الإجماع لصالح فلسطين؟ حقيقة أن هذا الموقف يعبر عن مسألة أساسية، أن قضية فلسطين لم تعد قضية الشعب الفلسطيني لوحده، لم تعد قضية الأمة العربية أيضا والإسلامية، بل هي أصبحت قضية العالم ككل. وبالتالي مثل هذه القرارات هي التي تعطي الشرعية الدولية للشعب الفلسطيني في نضاله في حقوقه، ومن ثم حينما انتصر العالم في قضية القدس هو انتصر للشرعية الدولية للقانون الدولي. ومن ثم لابد من أؤكد على مسألة أساسية، وهي أننا يجب كفلسطينيين أن نستخدم القانون الدولي كسلاح في صراعنا مع الاحتلال الإسرائيلي، وهذه مسألة مهمة حقيقة في هذا السياق. نعم، إلى أي حد دكتور عبد الرحمن عزلت الولايات المتحدة نفسها بعد أن وقف العالم برمته في اتجاه والإدارة الأمريكية أو الولايات المتحدة في اتجاه آخر؟ إلى أي حد هذا العزل وقع وحدث ضدها؟ هنا مسألة أساسية، أن هناك الحق وهناك القوة، وبالتالي العالم كمجتمع دولي أصبح في صراع أن يقف إلى جانب الحق أم أن يقف إلى جانب القوة. ومن ثم الولايات المتحدة جسدت القوة في جانب، وأيضا جسد الحق في الجانب الفلسطيني، ومن ثم انتصر العالم إلى الحق. وهنا المسألة الأساسية في هذا السياق، القوة هي مركز متغير دائما. نعم. في العملية السياسية والعملية الإنسانية، لكن الحق هو ثابت. نعم. ومن ثم هذه هي القوة للقوة للشرعية الفلسطينية وللحق الفلسطيني. ومن ثم الولايات المتحدة حقيقة في سياساتها أكدت على مسألة أن بالقوة تريد أن تفرض سياساتها، بالقوة أن تريد أن تفرض توجهاتها، بالقوة. نعم. أن تفرض أيضا نظرتها وفلسفتها للمجتمع الدولي في ظل سياسة ترامب. وبالتالي هذا لم يقبل به المجتمع الدولي، حتى أقرب المقربين إلى الولايات المتحدة لم يقبلوا بذلك، لأن هناك شرعية القانون الدولي، لأن مركز القوة هنا من يستخدمه، ممكن أن يستخدمه الولايات المتحدة، وممكن أن تستخدمه دول أخرى، وممكن أن تستخدمه جماعات. ومن ثم سيكون مسألة القوة هي مسألة مجزأة بين العالم، وبالتالي ليس هناك ضابط لها، ومن ثم ممكن أن سياسة القوة تنقلنا إلى سياسة الغاب. نعم. ومن ثم هذا العالم لا يحتمله حقيقة. نعم. ومن ثم الانتصار إلى الحق الفلسطيني هو انتصار للشرعية الدولية، وانتصار. نعم. للحق الإنساني والحق العالمي في هذا. نعم. نذهب إلى السيد رفعت شناع، عضو المجلس الثوري، معنا من العاصمة اللبنانية بيروت. يعني حاج رفعت، أهلا بك معنا ومساء الخير من جديد. يعني لطالما وضعت الولايات المتحدة نفسها في مربع الغطرسة والقوة والانحياز، ولكن هذه المفردات سقطت أمام الحق الفلسطيني في الأروقة الدولية، إلى أي حد تعتقد أن الجهود السياسية والدولية التي كانت تبذل من القيادة الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس هي من أوصل هذا النضج السياسي إنجاز التعبير، أو هذا الاطلاع على حيثيات الموقف الفلسطيني، وأيضا هذا التمادي من قبل إسرائيل والإدارة الأمريكية لنصل إلى هذه المرحلة؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال ومع الحاج رفعت شناعة. يعني نعود إلى ضيفنا في الاستوديو. طب إذا كنا عدنا إلى هذا الموضوع، إلى أهلنا في كل. نعم. فلسطين التاريخية، وأن أحيي أيضا ضيفك الكريم. نعم تفضل، بارك الله بك. نعم سنعود لضيفنا بعد أن يكون في جاهزية أفضل ونكمل فيها الاستوديو. يعني دكتور عبد الرحمن أبو النصر، هذه المواقف الدولية بصراحة لم تكاد لتأتي لو لم يكن هناك جهود سياسية ودبلوماسية تبذل على مدار الساعة. كان هناك القمة الإسلامية والوثيقة التي قدمها السيد الرئيس في هذه القمة الإسلامية، هذا الخطاب الذي أوصل الرسالة الوطنية الفلسطينية الشعبية والرسمية معا لكل القادة والأمراء والملوك والزعماء العرب، بالإضافة أيضا إلى هذا التواصل الدولي، لقاءات أمس الأول في قطر وفي السعودية وقادما في باريس، وفود فلسطينية في كل أطراف العالم على مستوى القارات السبعة، العمل المستمر. بلا شك أنه التحرك السياسي للقيادة الفلسطينية هو انسجم أيضا مع التحرك الشعبي للشعب الفلسطيني، وبالتالي كان في هناك تناغم
وتجانس في هذا الموقف. كان في هناك تحرك منذ اللحظة الأولى لإدراكنا ولإدراك القيادة السياسية ممثلة في السيد الرئيس بخطورة هذا الموقف وهذا الإجراء الذي اتخذه ترامب. ومن ثم أيضا كان في هناك مثل هذا التفاعل الفلسطيني منذ اللحظة الأولى ومتابعة هذا التحرك الشعبي. أيضا هذا التحرك العربي والتحرك الإسلامي والتحرك العالمي والتحرك الشعبي، تحرك الرأي العام العالمي بحيث أنه أيقظ الضمائر للسياسات والقادة السياسيين في العالم بأن المسألة لا يجب ألا تمر حقيقة مرور الكرام في هذا السياق، لأن كما ذكرت هي مسألة الحق الفلسطيني والحق الإنساني، وبحيث أن هذه القضية قضية عادلة، ومن ثم كل أحرار العالم يقفوا إلى جانبها، وليس وقفوا فقط بل يقفوا إلى جانبها. ومن ثم هذا التحرك حقيقة هو شعور بالمسؤولية كاملة لدى القيادة الفلسطينية ممثلة في الأخ الرئيس، وبالتالي التحرك على كل الصعد المفتوحة أمام المجتمع الدولي. وأيضا هناك مسألة أساسية حقيقة، أن هناك تجاوب من المجتمع الدولي في هذه اللقاءات، بحيث أن هناك انفتاح على هذا اللقاء مع السيد الرئيس في كل العالم، سواء ابتداء من الجامعة العربية ممثلة في وزراء الخارجية، ابتداء على مستوى القادة في المؤتمر الإسلامي، اللقاءات الثنائية، كل هذا بلا شك أنه يرسخ إلى العمل السياسي، ويرسخ هذا يبنى عليه أيضا مواقف وإجراءات أيضا ذات طابع قانوني، بحيث أن هذه القضية تحمل في طياتها العدالة، ومن ثم هذه القضية تحمل يجب أن يكون في هناك محامي جيد لقضية عادلة، ومن ثم هذا الموقف من القيادة السياسية وقيادة الأخ الرئيس هي تمثل المحامي الجيد لهذه القضية العادلة الذي استطاع أن يوصل هذه القضية إلى هذا المكان وهذا الموقف، كل المحافل الدولية والكل المحافل الإنسانية حتى مفتوحة، سواء الرسمية وغير الرسمية حقيقة. وهذا التحرك أيضا هو تجاوب مع هذا العمل الإنساني والعمل القانوني والعمل الدبلوماسي والعمل حتى المواقف التاريخية لهذه القضية الفلسطينية. طيب دكتور عبد الرحمن أبو نصر، يعني كيف تفسر بعد أقل من 24 ساعة على تحدي الإدارة الأمريكية للمجتمع الدولي، على تحدي الولايات المتحدة للقوانين والأنظمة المعمول بها دوليا، عندما وقفت ضد قرار هناك كان 14 دولة تمثل روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، ويعني 14 دولة هي مجلس الأمن باستثناء واشنطن طبعا أو الإدارة الأمريكية. الولايات المتحدة حقيقة أنا باعتقادي دبلوماسيا لا تريد أن تكون في هذا الموقف، لكن موقفها في هذا السياق ضد هذه القضية العادلة، أعدل قضية إنسانية موجودة على الكرة الأرضية، أيضا جند العالم في مواجهة الولايات المتحدة، وهذه مسألة كثير مهمة على الولايات المتحدة أن تتداركها، وإذا لم تتداركها ستفقد أيضا شرعية حتى يعني وجودها القيادي في هذا العالم. ومن ثم المسألة الأولى أنها بما لها من قوة كانت تملك زمام قيادة العملية السياسية في الشرق الأوسط أو في القضية الفلسطينية. من ثم هذا الموقف بلا شك أنه نزع، كما ذكر السيد الرئيس، نزع صلاحيتها لقيادة هذه العملية السياسية. هذه مسألة أساسية، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال منطقيا أن تكون الولايات المتحدة قائدة لهذه العملية السياسية بأي شكل من الأشكال. ومن ثم أيضا هناك مسألة أخرى، أن المجتمع الدولي حقيقة المجتمع الغربي حقيقة وبالذات أوروبا تشعر أنها الأقرب إلى هذه القضية جغرافيا، ومن ثم تجاوبها وتناغمها مع هذه القضية هو تناغم متواصل جغرافيا وسياسيا، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنفصل عن منطق العدالة، منطق العدالة الذي هي تنادي به، وأحد شعاراتها الأساسية في والفلسفية في العصر الحديث، وبالتالي لا يمكن أن تنفصل عن هذه القضية لتذهب إلى شطحات ترامب في سياقات المختلفة. وبالتالي هنا تشعر أوروبا أنها لابد من أن تكبح جماح واستطاعت القيادة الفلسطينية أن تقدم القضية الفلسطينية بالشكل القانوني والشرعي الذي يستند إلى نضالات أبناء شعبنا في القدس بلا شك. وبالتالي هذه الأرضية كل مكان، هذه الأرضية أخ حسن
هذه الأرضية المختلفة أيضا وجدت قيادة سياسية تقدم هذه القضية في أفضل صورة وفي أفضل موقف. بلا شك أنه كما ذكرت الخطاب المحامي الجيد الذي قدم خطابا تاريخيا أمام مؤتمر الإسلامي، وبالتالي هذه أيضا مواقف تاريخية تحفظ للقيادة السياسية الفلسطينية. نعم. طيب نذهب مرة أخرى إلى العاصمة اللبنانية بيروت. الحاج رفعت شناعة، نتمنى أن يكون الآن الصوت أوضح. حاج رفعت مساء الخير وأهلا بك معنا. عليه مساء النور. مساء الخير. يعني نتحدث حول هذا الجهد السياسي والدبلوماسي وأيضا الذي نجحنا في أقل من 24 ساعة كفلسطينيين بأن نصل إلى هذا الموقف الذي قال لا للولايات المتحدة الأمريكية ولسياساتها، وقال نعم 176 دولة، العالم بأسره يقول نعم لفلسطين وللسياسات المعمول بها في فلسطين وهذا الالتزام بالشرعية والقانون الدولي. كيف تقرأ هذا المشهد وتأثيرات أو انعكاسات ذلك لصالح القضية الوطنية الفلسطينية؟ يعني في الواقع أن هذا الإنجاز السياسي والدبلوماسي الجديد يعني هو طبعا جزء ليتجزأ من منظومة الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة السابقة، واليوم نحن على أبواب مرحلة طبعا مرحلة جديدة من مقاومة الاحتلال الصهيوني. وطبعا نحن تعاملنا سابقا كقيادة فلسطينية تعاملت مع الولايات المتحدة بمصداقية وجدية على أساس أن تضمن أن يكون هناك مواقف دولية سواء على صعيد دول أو على صعيد هيئات و طبعا مؤسسات معنية بالموضوع الفلسطيني. نعم. لكن للأسف يعني رغم كل الجهود التي بذلت والثقة التي أعطيت، لكن الولايات المتحدة أثبتت خلال الفترة السابقة أنها لا تستطيع أن تخرج عن إطار أو نطاق خدمة الحركة الصهيونية، فهي استفادت من كل الفترة السابقة بأن تثبت أركان هذا الكيان الصهيوني. نعم. على الأراضي الفلسطينية، وكان القرار الأخير باعتماد القدس أنها عاصمة للكيان الصهيوني طبعا هي كانت ضربة قاسية جدا للعالم العربي والإسلامي وللشعب الفلسطيني أولا وللمسيحيين في العالم، إلا أن الولايات المتحدة كشفت عن وجهها البشع يعني، وهذا ما جعل طبعا الرئيس أبو مازن يعني يضع اليوم منهاجا جديدا في التعاطي والتعامل سواء كان مع الولايات المتحدة أو مع غيرها، وقد قام بالتصنيف الواضح بأن الولايات المتحدة لا تصلح أن تكون يعني هي حكما في مثل هذه القضية التاريخية والحساسة، لأن الولايات المتحدة على ما يبدو أن همها الأكبر هو كيف تقدم هذه الخدمات لإسرائيل في ظل حكم ترامب، لأنه منذ البداية لم نسمع على لسان ترامب أي كلمة نطمئن لها بأنه مستعد أن يقدم مبادرة سياسية يعني يلمس الإنسان الفلسطيني أن هناك إنصاف أو لا. أن هناك عدالة. لذلك نحن كنا متشائمين في المرحلة السابقة، وجاءت هذه الضربة لتؤكد للعالم بأسره أن ترامب كان يمارس الخدعة السياسية وكشف عن هذا الوجه الحقيقي كما قلت. نعم. لذلك نحن اليوم ذهبنا في مسار جديد، فالعالم يجتمع اليوم حولنا، نحن اليوم كفلسطينيين نحن محور العالم، لأن شعبنا الفلسطيني في الداخل تحديدا وفي الخارج أيضا هو يلتف حول قيادته الشرعية الفلسطينية ويقول كلمته. نعم. لا لترامب، لا لقراره الجائر، لا للاحتلال الإسرائيلي، نعم للقدس عاصمة لدولة فلسطين. نعم. طيب. ولن يكون معنا. هناك. نعم. كما قال الرئيس أبو مازن سلام
في غياب دولة عاصمتها القدس. نعم، ابقى معنا حاج رفعت شناعة ونذهب إلى هذا الاتصال الهاتفي. انضم إلينا الدكتور جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. دكتور جمال أهلا بك معنا ومساء الخير لكم. أهلين مساء النور. نعم دكتور جمال، كان هناك تحذيرات تهديدات من الولايات المتحدة الأمريكية للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها بطبيعة الحال السيد الرئيس، وكانت هذا نشر وتعاطت معه وسائل إعلامية متعددة، ولكن كان الرد على عكس ما رغبت واشنطن، كان هذا دافعا لمزيد من العمل والعطاء لكل أركان القيادة الوطنية الفلسطينية التي عملت على مدار الساعة في تجنيد كل المجتمع الدولي لصالح الشرعية والقانون الدولي بعد أن وضعت الإدارة الأمريكية نفسها في مربع الشريك مع الاحتلال. كيف تنظر إلى أهمية هذه المواقف ومدى تعزيز مكانة القضية الوطنية الفلسطينية من خلالها؟ يعني شعبنا الفلسطيني على مدى مئات عام قدم مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى. نعم. ليأتي ترامب اللي كان علينا ننتظر منه أنه يدخل العالم بوابة السلام، فدخلها من خلال بوابة الحرب بإعلان الحرب على الشعب الفلسطيني، وكان يريد أن يحسم هذا الصراع لدام أكثر مئات عام لصالح الاحتلال الإسرائيلي من خلال إعلان القدس عاصمة دولة إسرائيل، عدا عن نقل السفارة الإسرائيلية الأمريكية أو إغلاق السفارة الروسية. وبالتالي هاي الجريمة اللي ارتكبها ترامب أكيد ستواجه بكل رد فعل فلسطيني وعربي وإسلامي ومسيحي من كل أحوال العالم. نعم. وهذا اللي بيحصل اليوم، إنه خلال أسبوع الولايات المتحدة تقف معزولة في العالم مرتين في مجلس الأمن واليوم في الجمعية العامة المتحدة. هذا يؤدي مفروض بالشارع الأمريكي أن يشعر أن هذا الرئيس الأمريكي غير مؤهل لقيادة الشعب مثل شعب الولايات المتحدة من أجل بقيادة بلد دولة عظمى في الأمم المتحدة، مفروض تكون تصر على تطبيق الشرعية الدولية، لا هي تكون دولة مارقة تخرج على القاعدة الشرعية الدولية وعقرات مجلس الأمن اللي هي عضو دائم عضوية فيه. بالتالي هو لا كان يظن الشعب الفلسطيني نتيجة الشعب أزل انه ممكن نستكين او انه يستكين نهاية الإرادة الأمريكية والقادة الأمريكية. نعم. اكيد بيكون حساباته غلطانة. اليوم هناك تكامل ما بين الموقف السياسي اللي بيكون فيه سياسة الأخ الرئيس أبو مازن واللي عبر عنه عبر كل اللقاءات سواء في الجانب العربي في مؤتمر الإسلامي في حراكه على الساحة الدولية. نعم. وايضا رد الفعل الشعبي الفلسطيني المشتعل في كل مناطق تواجد في الضفة في غزة في الخارج، واللي أدى لهذا الالتفاف والتفاعل العربي والدولي بحيث اليوم الولايات المتحدة وصلت معزولة. وأنا بقول ربما ضارة نافعة، القرار الأمريكي لا قيمة له في الجانب السياسي ولا بالجانب القانوني، ولكن هو أدى إلى إذا هايرة فعل فلسطيني، ولا من يكون أنه يؤدي إلى صحوة عربية، لأن هذه الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن تكون حليف للعرب، لأنه اللي بيكون حليف لأمريكا هو حليف لإسرائيل باعتبار هذه العلاقة العضوية بيناتهم. نعم. بيكون أمريكا أكيد لاعب على الساحة الدولية ولكن ليس اللاعب الوحيد، علينا نتجه أكثر في علاقاتنا ونرفض. طيب دكتور جمال. نعم دكتور جمال، دكتور جمال محسن، يعني إلى أي حد تعتقد بأن هذا التواصل وهذا الجهد الذي تحدثت عنه وهذه الدبلوماسية العالية والسياسة المتواصلة شكلت حاضنة دولية وسياجا منيعا للقضية الفلسطينية إذا ما نظرنا إلى هذا الاستهداف المباشر بسياسات الولايات المتحدة المنحازة أو الشريكة بشكل أدق وأبلغ لصالح الاحتلال، والتي منحت مكافآت متزايدة لإسرائيل على تنكرها للقوانين والأعراف الدولية؟ الحجاب بيقول العالم لا يحترم الضعفاء، العالم يعطف على الضعيف ولا يحترم القوي. وبصور الموقف السياسي اللي بيعلن عنه الاخ الرئيس ابو مازن اليوم في منتهى القوه، واللي نامل الدول العربيه لديها الامكانيات الكبيره انها تكون ايضا مستوى هذا الموقف. فاذا كيف اذا كانت الدول العربيه مجتمعه عبر اجتماعات الجامعه العربيه عبر اجتماعات مجلس الوزراء الخارجي العرب، ايضا اللي كان لابد ان يكون هناك قمه عربيه كنت تتطلب، كان قبل انعقاد القمه الاسلاميه ان عقد قمه عربيه او بالحد الادنى كل زعماء الامه العربيه يكونوا مشاركين في مؤتمر القمه الاسلاميه، بغض النظر شو مستوى المشاركه كان يجب ان يكون القمه راعي كل الزعماء العرب في موجودين في مؤتمر اسطنبول وتجاوز كل خلافاتهم
سواء كانت ثنائية مع تركيا أو حتى خلفاء ثنائية فيما بين بعض. القدس تجمع الجميع بمقدسات الإسلامية بالمسيحية بميكانيكها، القدس عاصمة عواصم، وكان نحن القيادة الفلسطينية ستواصل هجومها على الساحة الدولية في إطار القوانين الشرعية الدولية، وأيضا الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومة الشعبية، وإحنا بنأكد على المقاومة الشعبية وألا نجر هنا أو هناك المربع الذي يريد الإسرائيليين من خلال مواجهة هذه المقاومة الشعبية اللي تتواصل هنا وهناك وعلى الحواجز والطرق الدفاعية وفي مراكز المدن بالسلاح اللي غير مبرر إله. نعم. أنا بقول هاي المقاومة الشعبية كان ممكن توصل حواجز وما تمش رمي حجر، ولكن الجيش الإسرائيلي مدجج بالسلاح، مجرد ما يكون هناك في فعالية نجد مباشرة إطلاق الرصاص الحي، هناك رصاص مطاطي، هناك الغاز اللي مطلوب يكون بعثة دولية تحقق في مفعول هذا الغاز اللي بيتم استعماله اليوم، غاز سام عدا المادة الكيماوية المخلوطة بالمياه العادمة. احنا بنقول لهذه القدس عاصمتنا الأبدية، هذه القدس تاريخنا، عقيدتنا، شرفنا، كرامتنا، وبالتالي سنتواصل في التصدي لهذا القرار، ويجب أن يجبر أنه تراجع عنه. وإحنا بنقول للسيدة اليوم بهذه اللي بسكر هذا القرار لمصلحتهم، بالعكس هذا القرار أنه جند العالم كله في مواجهتهم، وبالتالي خلاهم هم الولايات المتحدة في زاوية محصورة في العالم. إحنا بنقول علينا أنه نصعد في مواجهتنا للمصالح الأمريكية في المنطقة، سواء في الإطار الاقتصادي أو في إطار الخدماتي، اللي تشعر المواطن الأمريكي أن هذه العلاقة بتقودها الإدارة الأمريكية الخاضعة للحركة الصهيونية تضر مصالحها في المنطقة. نعم، أشكرك دكتور جمال المحاسن، مفوض لعمل التعبئة والتنظيم وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح. وقبل أن نعود إلى الاستوديو نذهب إلى هذا التقرير، ومن ثم نكمل هذا الحوار مع ضيوفنا في لبنان وفي رام الله. ابقوا معنا. على صوت العالم أكثر فأكثر ضد سياسة الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب، حيث صوت 176 دولة تمثل مليارات البشر في العالم لصالح قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وذلك عقب يوم واحد من استخدام واشنطن الفيتو لإفشال إجماع دولي على رفض قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال. الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بأغلبية ساحقة قرارا يؤكد حق شعبنا في تقرير مصيره، وكالعادة وقف المعارضون في زاوية العار، وهما الولايات المتحدة وإسرائيل ومعهما 5 دول لا تبصرها العين على خارطة العالم الطبيعية ولا تكاد السياسة تعرف بها أصلا. المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور اعتبر أن هذا التصويت الكاسح يعكس رفض العالم للإعلان الأمريكي الجديد بشأن القدس، الأمر الذي يزيد من عزلة الولايات المتحدة التي ارتأت أن تقف بجانب دولة الاحتلال في خرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. رفض دولي واسع بالتوازي مع رفض شعبي عارم سواء على الصعيد المحلي أو العربي وحتى الدولي لقرارات الولايات المتحدة بشأن القدس هو الأمر الذي سيدعم بقوة توجهات القيادة السياسية في سعيها لإيجاد مرجعية دولية للسلام بعيدا عن واشنطن وتحيزها الفاضح لإسرائيل. لبرنامج ملف اليوم، وسيد صبيح، تلفزيون فلسطين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأيضا بضيفنا في رام الله الدكتور عبد الرحمن أبو النصر أستاذ القانون الدولي، وأيضا في لبنان الحاج رفعت شناعة عضو المجلس الثوري لحركة فتح. دكتور عبد الرحمن أبو النصر، يعني أما أن الأوان للإدارة الأمريكية أن تتراجع عن سياساتها وهذا الانحياز وهذه الشراكة مع الاحتلال بعد أن وقف العالم، وقف المجتمع الدولي، وقفت كل الدول ضد سياساتها؟ حقيقة هناك إشكالية في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث أنها دائما ترتبط بمصالح، وبالتالي العرب والمسلمين لم يستخدموا هذه المصالح في السياسات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم
في المرحلة الحالية على الأقل لم تشعر الولايات المتحدة أنها تخسر من خلال مواقفها، على الأقل من ناحية أن هناك لوبي صهيوني ضاغط في الانتخابات الأمريكية ومؤثر، وبالتالي سيأتي بالرئيس الذي يرغب أو يأتي بالكونغرس الذي يريد، ومن ثم القوى صاحبة القرار في الولايات المتحدة تأتي عبر قوى فاعلة صهيونية، ومن ثم هذه السياسات يجب أن تقابلها أيضا سياسات عربية وإسلامية بلا شك في ذلك، لتؤثر على المصالح الأمريكية وتشعر أن هناك لكل موقف كما ذكر السيد الرئيس لكل موقف ثمن، وبالتالي لو شعرت الولايات المتحدة أن هذه المواقف لها أثمان لما حقيقة تجرأت على مثل هذا الموقف، وبالتالي هنا مسألة أساسية مهمة حقيقة في سياق، وبالتالي يمكن موضوع قرار اليوم فيما يتعلق بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وهذا التأكيد عليه، هذا تأكيد على أيضا على مسألة أساسية مهمة، وهي أيضا بغير الشكل الذي رآه الإعلام وهو هذا الزخم من قبل الدول، أيضا بالنسبة للموضوع أنا باعتقادي المسألة بالنسبة للموضوع ذات أهمية قصوى حقيقة، بأنه يعطي الشرعية للشعب الفلسطيني في أن يقيم دولته، وأيضا أن يستخدم الوسائل المشروعة لإقامة هذه الدولة في الكفاح وفي النضال السلمي وفي النضال من أجل تحقيق هذا الهدف، وهذه مسألة مهمة مضمون هذا القرار. نعم. ويحفظ القدس عاصمة، وبالتالي ويحفظ كل الحقوق. نعم. بالنسبة للشعب الفلسطيني، ويحفظ حدود الدولة الفلسطينية، هذا شيء مهم أيضا، بحيث أنه ما يقوم به الشعب الفلسطيني هو بغطاء دولي وليس بغطاء أمريكي. نعم. وحقيقة هذا الغطاء الدولي الذي يعطينا إياه المجتمع الدولي نحن أيضا في حاجة، ليس لغطاء فقط قانوني بس أيضا لغطاء مادي. نعم. غطاء مادي من خلال أن يكون في هناك العالم ضغط مصالح على الولايات المتحدة الأمريكية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه المواقف تخسر، وبالتالي تكون في هناك ثمن لهذا الموقف الأمريكي من قبل المجتمع الدولي مجتمعا، من قبل الدول العربية، من قبل الدول الإسلامية. هذا شيء مهم حقيقة في السياسات الدولية لا تعرف العواطف حقيقة، تعرف المصالح، وهذا شيء مهم لم نستخدمه، أو على الأقل لم نحسن استخدامه عربيا بالتأكيد عربيا، وبالتالي يعني أنا أرى أنه فقط استخدمناه مرة في حرب 73 حينما الملك فيصل رحمه الله استخدم البترول أيضا في الضغط على الولايات المتحدة وعلى أوروبا لتعديل سياساتها، وكان هذا له موقف مؤثر حقيقة في هذا السياق. طيب نذهب مرة أخرى للحاج رفعت شناعة. يعني سيد رفعت شناعة، إلى أي حد تعتقد بأن استخدام لغة المصالح أيضا عربيا هناك موقف دولي، وهناك انحياز للشرعية الدولية وللحق والقانون، وأيضا هناك عزل لسياسات الإدارة الأمريكية بعيدا عن الركب وتضع نفسها في مربع الشراكة مع الاحتلال، إلى أي حد مطلوب عربيا ربما المراكمة على المواقف العربية والتأسيس لمواقف أكثر دعما لصالح فلسطين؟ يعني شوف يعني الأمة العربية تمتلك الكثير من الطاقات والإمكانيات، سواء البترول أو الغاز أو غيره، لكن استخدام هذه القضايا في عملية سياسية فتكريس المصالح العربية أولا لصالح القضية الفلسطينية والأمة العربية يحتاج إلى جرأة في القرار، يحتاج إلى قرار مستقل لكل دولة من هذه الدول حتى تستطيع أن تفرض يعني شروطها وتفرض ما يناسبها ويناسب الأمة العربية. لكن الواقع الحاصل حاليا أن الدول أصبحت نتيجة التمزق الحاصل في الواقع العربي والصراعات، أصبحت كل دولة تبحث عن أمنها الذاتي وتبحث عن أمنها الإقليمي، وهذا الواقع ندفع ثمنه نحن اليوم كفلسطينيين، ومنذ العام 48 لغاية اليوم نحن ندفع ثمن التراجع في القرارات العربية وحتى الإسلامية. طب حاج رفعت شهدنا موقفا مغايرا يعني في القمة الإسلامية، قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، ولاحظنا هذا الموقف المتقدم، برأيكم ما هي أهمية البناء على هذا الموقف، الاستمرار قدما إلى الأمام؟ يعني ما تم في إسطنبول، يعني القمة الإسلامية التي تمت هي
محطة مهمة جدا في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي. نعم. وحتى مع الولايات المتحدة التي جندت كل طاقاتها لخدمة الصهيونية. أنا أقول كان هناك موقف موحد، هناك طبعا بيان سياسي واضح، هناك خطة طريق رسمها الرئيس أبو مازن من خلال كلمته أيضا الجريئة. نعم. والواضحة أمام كافة الدول الإسلامية، هي بالإمكان أن نبني عليها وأن نستفيد ونستثمر هذه المواقف الجماعية لصالح القضية الفلسطينية. لكن حتى نستطيع أن نستثمر لابد أيضا أن نكون نحن كفلسطينيين أن نكون موحدين، أن يكون لدينا استراتيجية وطنية فلسطينية، أن تأخذ منظمة التحرير الفلسطينية دورها كقائدة وحيدة للشعب الفلسطيني. نعم. تستطيع أن توجه المقاومة الشعبية التي نشهد تفاصيلها المشجعة والتي نعتز بها على أرض الواقع في كل القرى والمدن والمخيمات وفي كل الأماكن وخاصة في القدس. يعني هناك فرصة ثمينة جدا للشعب الفلسطيني ولمنظمة التحرير الفلسطينية كي تفرض شروطها وكي تقول ها نحن موجودون على أرضنا فلسطين، ولن نوقف هذه الانتفاضة إلا بأن يتراجع الأمريكيون عن عدوانهم وأن يقر المجتمع الدولي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، أي القدس هي عاصمة فلسطين، دولة فلسطين، وهي عربية إسلامية مسيحية. نعم، هذا أمر في غاية الأهمية بطبيعة الحال. دكتور عبد الرحمن أبو نصر، البناء على المواقف العربية أمر في غاية الأهمية بعد أن لمسنا هذا الموقف الدولي. كيف تقرأ المشهد في ظل هذا التكامل بالصورة؟ عزل للولايات المتحدة الأمريكية ونعم كبيرة لفلسطين ولمواقفها ولحقها الشرعي على هذه الأرض بالاستناد إلى حقوق أبناء شعبنا ونضالاتهم المستمرة والمتواصلة. حق. مسألة أساسية ومهمة في صراعنا مع الاحتلال الإسرائيلي، أننا ندرك تماما أن هذا الصراع لا يمكن أن ينتهي بضربة قاضية، لابد من التراكم المتواصل في العمل السياسي والعمل الدبلوماسي والعمل القانوني والعمل الكفاحي، وبالتالي بناء هذه المواقف هو الذي يجند أحرار العالم إلى جانبنا، يجند وهو جند القانون الدولي والشرعية الدولية حقيقة من وقت مبكر في هذا السياق. وأريد أن أنوه إلى مسألة أيضا في غاية الأهمية في بالنسبة لصراع القدس. صراع القدس لم يبدأ من في هذه اللحظة أو منذ احتلال عام 67، بل بدأ وأدرك شعبنا الفلسطيني أهمية القدس والصراع عليها منذ بدأ ثورة البراق ومنذ الانتداب البريطاني حينما اندلعت ثورة البراق، وكان في هناك لجنة تحقيق من قبل عصبة الأمم وأرسلتها. نعم. عصبة الأمم وكانت وأصدرت وثيقة تاريخية مهمة في هذا السياق، وهذه الوثيقة أكدت على مسألة أن حائط البراق هو ملك للوقف الإسلامي وملك للشعب الفلسطيني. وبالتالي هنا هذا التراكم الذي نبني عليه هو تراكم تاريخي وتراكم إنساني، وبالتالي هو يمثل العدالة الدولية. هذا أيضا يضع أعباء علينا ويضع مسؤوليات علينا أيضا. نعم. يجب العمل من خلالها في التوجه إلى المجتمع الدولي، إلى الدول ثنائيا، إلى المنظمات الدولية. نعم. لتجنيد هذه المنظمات ليس فقط للانضمام إليها فقط، وإنما أيضا لتجنيدها لأن تكون أداة لأن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني. وبالتالي هنا مسألة أساسية أن تفرض عقوبات، وهذا ما نريد أن نصل إليه، أن يصل هذا التراكم الدولي إلى أن يكون في هناك عقوبات كما كان بالنسبة لحالة جنوب أفريقيا في عهد الفصل العنصري. وبالتالي الفصل العنصري حقيقة بنضال شعب جنوب أفريقيا صحيح، ولكن أيضا بنضال المجتمع الدولي بأنه فرض عقوبات حقيقية على نظام. نعم. العنصري. نعم. سنعود لهذا الموضوع، هذا شيء مهم هذا الأمر حقيقة في هذا السياق القانوني بالغ الأهمية. بعد أن نذهب لهذا الاتصال الهاتفي وينضم إلينا الدكتور عزمي الأطرش مدير معهد التنمية للدراسات العليا في جامعة القدس. دكتور عزمي، يعني مساء الخير بداية، كيف تنظر
كيف تنظر إلى أهمية هذا الموقف من المجتمع الدولي العالم بأسره يرد على مواقف الإدارة الأمريكية المنحازة لدولة الاحتلال أو الشريكة مع الاحتلال بعد أقل من 24 ساعة على مواجهة الإدارة الأمريكية للعالم؟ 176 دولة تقول نعم كبيرة لفلسطين ولا للولايات المتحدة. مساء الخير لكل المشاهدين. بالحقيقة يعني بنواجه محاولة صهيونية أمريكية لإعادة التاريخ لما قبل 100 عام، وكانوا لا توجد قضية فلسطينية ولا يوجد شعب فلسطيني. فجاء الرد العالمي ورد شعبنا الفلسطيني في المقدمة ورد الدول الإسلامية والعالم جميعه، يقضي الوعي العالمي كله لصالح فلسطين تماما، وأنه لم يعد أمام المشروع الصهيوني الأمريكي أن يعيد التاريخ 100 عام إلى الوراء. نعم. ولو جاء هذا الحشد من الصهيونية وأمريكا من أجل أن يحيوا العولمة بمفهوم غطرسة ترامب ونتنياهو، إلا أنهم نسوا أنه العولمة فشلت مرات ومرات، ولو أعيد إحيائها في العهد التاسع من القرن الماضي على زمن ريغان، إلا أنها أيضا فشلت وخلفت لأمريكا مزيد من الأزمات الاقتصادية. نعم. خاصة في هذه المرحلة بنعيش يعني عرس فلسطيني أنا بعتبره، ليقضي الوعي العالمي الوعي الغربي عزة أمريكا، وكأن الآن يعني إسرائيل والحركة الصهيونية وأمريكا أرادوا أن يحشدوا كل قوتهم لإلغاء القضية الفلسطينية، فجاء يقظة الوعي العالمي الوعي الإنساني العالمي لتقف أمامهم وتعزل أمريكا بعظمتها وغطرسة ترامب. فحقيقة نحن يعني يمكن أقولها بكل أريحية، نحن سعداء بما وصلت إلى قضيتنا في وعي شعبنا يدركها في وعي العالم ووعي الدول الإسلامية والجميع، وهذا ما يتطلب منا يعني حقيقة حشد الجهود بكل المستويات واستثمار المرحلة. صحيح من الصعب أن نقول لحنا بدنا نسجل الانتصار، لكن انتصارنا هو فعلا في يعني خلينا نقول صد المشروع الصهيوني الأمريكي وهجمته المسرورة في الآونة الأخيرة. نعم. يعني نعم. حقيقة ما علينا إلا نوظف الجهود ونستمر بأدائنا الشعبي والسياسي رسمي على الصعيد الرسمي حتى نثبت نقاط متتالية. يعني وبعتقد أنه برنامج اللي بنسمعه السياسي هو فعلا يفتح المجال لتسجيل نقاط متتالية. اليوم الجمعية العامة، بكرة إن شاء الله اللي هي نعم مزيد من العمل وهذا العطاء. نعم نعم. أشكرك دكتور عزمي الأطرش مدير معهد التنمية المستدامة للدراسات العليا في جامعة القدس، شكرا لكم. وأعود من جديد إلى بيروت، ومن هناك الحاج رفعت شناعة. يعني بعجالة من أمرنا مع اقتراب نهاية هذا البرنامج، برأيكم يعني سيد رفعت شناعة، هذا العمل مطلوب الآن إجراءات ربما دولية تنسجم مع هذه المواقف الداعمة للقضية الوطنية الفلسطينية وللحق الفلسطيني والرافضة لهذا الانحياز وهذه المخالفة للقوانين الدولية من قبل الولايات المتحدة. برأيكم ما هي أهمية هذا الذهاب إلى إجراءات ملموسة على الأرض؟ بدقيقة لو تكرمت. نعم، يعني العالم ينظر إلى الواقع الفلسطيني. اليوم نحن البوصلة، نحن نوجه العالم سياسيا وميدانيا بالاتجاه الذي نكرسه على أرض فلسطين. نعم. المقاومة الشعبية، الانتفاضة الرائعة اليوم التي بدأت وما زالت مستمرة، والقرارات التي أخذها المجلس الثوري هي واضحة بتشكيل اللجان الميدانية واللجان القيادية، وهذا ذكرني بالانتفاضة الأولى. إذن هذه الخطوات مميزة ويجب تفعيلها على أرض الواقع، لأن شعبنا يعني هو يمتلك القوة والقدرة والجبروت من أجل مواصلة كفاحه ضد الاحتلال. يعني شعبنا لا يخشى الاحتلال الإسرائيلي. نعم. فهو قد جرب هذا الاحتلال في كثير من المحطات، والقوة الفلسطينية الكامنة بإيمانه وإرادته، الطفل الفلسطيني يستطيع أن نعم. يواجه الجندي الإسرائيلي بالحجر وبالسكينة أيضا. نعم، أشكرك الحاج رفعت
شناعة عضو المجلس الثوري، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت، شكرا على هذه المشاركة. كما أشكر أيضا ضيفنا في الاستوديو الدكتور عبد الرحمن أبو النصر أستاذ القانون الدولي. نشكر أيضا ضيوفنا كانوا معنا عبر الهاتف الدكتور جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وأيضا الدكتور عزمي الأطرش مدير معهد التنمية للدراسات العليا في جامعة القدس. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم لكم التحية والتقدير، هذه تحياتي أنا حسن أبو رب وطاقم العمل، إلى اللقاء.